من بيروت انضم الينا حنان عيسى مراسله الغد. حنان آه يعني ماذا عن تفاصيل فتح المصارف؟ هل جاءت الامور سلسه؟ هل هناك عدد من المحتجين ما زالوا آه المح في الخلفيه ورائك آه عدد من الخيام؟ آه اذا كيف جاءت عمليه فتح المصارف في وسط هذه الاجواء؟ صحيح نحن, نحن نتواجد في ساحة رياض الصلح هذه الساحة مقفلة ما زالت أمام حركة السيارات وهي مفتوحة فقط للمتظاهرين الذين يتواجدون غالبا يعني في ساعات ما بعد الظهر أما فيما يخص إعادة فتح المصارف فقد فعلا فتحت أبواب المصارف اليوم أمام المواطنين وهناك حركة كثيفة من قبل المواطنين على أبواب تلك المصارف أما الذي حصل في جمعية المصارف أو مبنى جمعية المصارف الذي دخل دخله عدد من الشبان في حركة احتجاجية عاد الهدوء إلى تلك المبنى وتم اعتقال خمس من الشباب الذين كانوا يتواجدون هناك للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي أديب عبد الله وهو أحد الشبان الذين كانوا في أمام جمعية المصارف ومن الحركة الشبابية للتغيير أديب يعني ما حصل اليوم الدم أمام جمعية المصارف كان تقريبا مفاجئا لماذا قمتم بهذه الحركة وما شو كانت نتائج نحن نعتبر جمعية المصارف في حزب الأغنياء هي من الحزب اللي عم بيفقر هذا الشعب اللي عم يلتاند سلافه لهذا الشعب من وراء هذه الإجراءات اللي عم فلذلك نحن قررنا انه ندخل على جمعيه المصارف ون... ونوجه رسالتنا من عبره ل... للعالم لتعرف نحن مين ال... مين العدو الاساسي اللي هون غير هي السلطه السياسيه لانه جمعيه المصارف مع السلطه السياسيه هن يعني متحالفين على الطبقه الفقيره فهيدي ال... كان في عدد من المطالب أبرزة صح المطالب هي اول شيء تحويل القروض من الدولار الى الليره اللبنانيه ايضا اعاده هيكله القروض تحت سقف معين بدون اي زياده بالفوائد ايضا اعتماد اقتصادنا وتحريره من الدولار خاصه على المعاملات الداخليه وايضا كرمال التحرير 100% 100% أيضاً. بالنسبه للشباب اللي اعتقلوا اعتقلتهم القوى الامنيه عددهم خمسه هذا صحيح وما مصيرهم حتى الان؟ صح هن اول شيء كانوا اربعه لانه هن الشباب كانوا جوا هني أربعة اشخاص تم اعتقالهم فاتوا من من المدخل الثاني القوى الامنيه واعتقلتهم ولكن في شغله زياده بدي حابب اقولها انه في شخص خامس آه شاب كان متواجد برا منه جوا فكان عم بيشوف الشباب آه فبصير في تدافع من القوى الامنيه و... وهجموا عليه بطريقه كثير همجيه آه كانت يعني بلطجه يعني ما هون اللي من يومين اللي هجموا علينا على ساحه رياض الصلح آه وجهه ورمان عينه ورمانه وفوق هيدا كرمال ما يصوروا وسائل الاعلام نزلوه على باركينج جمعيه المصارف آه وكمان خبطوه عرفتوا مصيرهم لهلا؟ آه لا نحن بعدنا لهلا عم نجرب نعرف وين باي باي مخفر هن وان شاء الله خير حركتكم مستمره اكيد نحن حركتنا كانت ما قبل هذه الانتفاضه وهلا ما زلنا وسنبقى سنعبر شكرا جزيلا اديب اذا هذه هي الصوره حتى الساعه من بيروت، المصارف عادت وفتحت ابوابها، عاد الهدوء الى مبنى جمعيه المصارف بعد ان فضت قوى الامن اللبنانيه المظاهره او الاحتجاج الذي حصل هناك وكان نتيجته اعتقال خمس من الشباب الذين شاركوا ودخل دخل اربعه منهم الى مبنى الجمعيه واغلقوا البوابه الحديديه فيها يعني نحن هناك يعني استطيع م. ان اقول بان ايضا الطرقات مفتوحه هناك حديث عن اعاده قطع لطريق السعديات في الجنوب لكن حتى الساعه لم نتاكد بشكل فعلي ما اذا كان هذا الطريق قد قطع واذا كان هذا صحيح ربما نشهد خلال هذا النهار قطعا للطرقات وعوده للمتظاهرين الى الارض واعاده قطع بعض الطرقات التي شهدنا بعضا منها خلال مساء امس حنان عيسى مراسله الغد من بيروت شكرا جزيلا لك